المرة دي نتعاون مع بعض بجد إن شاء الله ونكشف الحقيقة وكله يبان. نتعاون مع بعض إزاي؟ يعني تقولي مين اللي ضربوك؟ خدوا منك إيه؟ رقم العربية اللي ضربتك؟ معرفش هما مين؟ ماخدتش بالي من شكل العربية وماخدوش مني حاجة. أنت تاني؟ أنا كنت فاكر يا عمر إن كل معلوماتي ده هاخدها منك عشان ضرب غيبوبة ومش عارف استجوبها. ضرب مين؟ يا سلام، يعني أنت ما قريتش الجورنال؟ ولا حد حتى قراه لك؟ وإيه علاقة حادثة لارا اللي في الجورنال بالحادثة بتاعتي؟ أنت شكلك كده يا عمر هتتعبني أكتر ما أنا تعبان. أنا الله حبيبي عرسنا الجامد يا عمي. طالما كان بيكتبك بكرة قاعد هنا بتهبب إيه؟ أنت عارف ربيع دي بقى قال لي لازم أوصل أنيس ياسمين لغاية بيتها وبعدين أروح وأجي على بكرة. طب إيه رأيك في اللي يكسب فيك ثواب ويخليك تروح دلوقتي حالا عشان تجهز لعروستك؟ بس ما تنسيش في الملابس. ده أنا بوصه بس أنيس ياسمين. لا مالكش دعوة أنا هوصله. هات المفتاح. أنا جاهزة يا استحمد. لا هو لازم يروح عشان يجهز لعروسته. أنا اللي هوصلك. معلش خليك أنت مستريح. يلا يا حمد. معلش بقى يا علو مرضلك في الأفراح. تلات ايام ما شفتكش يا معتصم. وانا بقالي تلات ايام ما شفتش النوم. قربت انسى طعمه. قضية عمر عاشور. هو عمر لوحده؟ ده عمر ولارا وربيع حمزاوي. عندك استعداد تسمع خبر وحش؟ بصراحة لا، بس لو من سعادتك يعني هحاول ابلعه بأي طريقة. وانا حاولت ابلعه من ساعة ما سمعته. في ايه سعادتك؟ انا ابتديت اقلق. جات لي اوامر من فوق قوي. انا كلف ضابط تاني يمسك قضية عمر عاشور. قصدي سعادتك عمر ولارا وربيع حمزاوي. لا ما جات لي اوامر ان نفصل بين قضيه عمر وقضيه لارا. صباح الخير. اهلا يا فندم. اهلا يا فندم. ازيك؟ الحمد لله. ما لقيتش بابا في مكتبه قلت اسالك عليه. هو اكيد عند لو حسن دلوقتي. اوكي هستنى هناك. ثانكس. اوكي اتفضلي. ما عرفتناش. دي نسمة خطبتي. هاي نسمة. على فكره انت محظوظه قوي انك مخطوبه لعادل. بابا بيقول ان هو من اشطر الضباط هنا. Really? Thank you. Seriously. Bye. Bye. See you, friend. تفضلي. لسه ما فيش أمل يا دكتور. احنا عملنا أشعة مقطعية بينت إن في كسر أسفل الجمجمة. دلوقتي محتاجين نعمل رنين مغناطيسي. بس الحكاية طالت قوي. الحمد لله إنها جت على قد كده. اي حد في مكانها كان صعب يعيش لحد دلوقتي. فاكر لارا يا علي؟ لارا؟ لارا ايه؟ معقول لحقت تنساها؟ لارا اللي انت دخلت شقتها وفتشتها. لارا يا اخي اللي انت شفت صورتها في الجورنال لما وقعت من الدور الثالث في اللوكاندا اللي كانت نازله فيها. فاكرها يا باشا. متخافش يا علي متخافش. مفيش اي حد في الدنيا هيعرف ان انت اللي دخلت الشقة الا اذا لارا فاقت وتكلمت وبلغت عننا. ساعتها ممكن في تحقيقات البوليس تيجي سيرتك. وهو ده ممكن يحصل يا باشا؟ هو ممكن يحصل في حالة واحدة بس، لو لارا فاقت وتكلمت وبلغت عننا. هو ساعتك تقصد ايه؟ انت تسمع رصاصة الرحمة علي، الرصاصة اللي بيطلقوها على الانسان المريض الميؤوس من علاجه عشان يريحوه من عذاباته وألامه اللي عايش فيها على طول. اهو احنا عايزين نرحم لارا وهو بالمرة نرحم نفسنا. هو ساعتك عايز تقتلها؟ سمي حبي ليك عذاب. عذاب لو ما بقيناش مع بعض. وليه يا ست ما بقيناش مع بعض؟ انا خلاص بدات احس ان الدنيا كلها بتضحكي. بس هكمل تعليمي واتخرج من الجامعه
واشتغل في مكتب محمد منير ونتجوز ونقعد في شقه صغيره حلوه ونجيب بنوته وولد. ولد وبنت بس؟ لا انا ما ينفعنيش الكلام ده. قولي 10 ولاد 10 بنات. ده كتير قوي. هنسميهم ايه بقى؟ بص احنا 10 بنات هنسميهم اسم عشان يطلع احسن زي الولاد بقى. هتقول وقت عليك يا باشا. لو سمحت يا باشا انا عايز اعمل محضر اثبات حاله. الواد السوابق ده خطف اختي وجايبها هنا عشان اعتدي عليها. ما حصلش. مضيت كدبه سخيفه الفتها انت وربيع حمزاوي. بعتوني العين السخنه عشان في الاخر ابقى جوز كلبشات في ايدين علي. فاكرك هترجعي مكسوفه بعد ما شفتك بعناية وهو عمال يمرجحك كده على البلاج. انت عارف اني بحب علي وانا مش مكسوفه من حبي ليه. انت اللي المفروض تكسف من اللي عملته. يا غبيه يا غبيه انا عملت كده لمصلحتك. انت سايب الخطر الحقيقي اللي بيهددني والناس اللي عايزين يقتلوني وما افتكرتش غير تارك القديم مع علي. انت مش فاهمه حاجه. اكبر خطر عليك هو علي صابر ده. هو ورا كل المصايب اللي بتحصل لنا. مش بعيد كمان يكون هو اللي بعت الناس اللي عاملين نفسهم عايزين يقتلوكي عشان يطلع قدامنا بطل. الكلام ده تضحك بيه على واحده غيري. انما انا خلاص ما بقيتش اصدقك. عارف علي صابر يكرهك كفايه يا ياسمين. علي من غير ما يقصد عرّك قدامي وانت من غير ما تحس ساعدته على كده. على السلامة. ايه كنت فاكراني لسه ما رجعتش؟ مش عوايدك يعني ترجع بدري. اصلك وحشتيني قوي. قلت الحقيقة قبل ما تنامي. ايه كنت فين؟ كنت في ندوة تبع الروتري. ندوة تبع الروتري؟ كانت عن ايه الندوة دي وكانت فين بالظبط؟ وانت من امتى مهتم قوي كده بالندوات بتاعتي؟ من ساعة ما بدأت تكذبي عليا. حاسب على كلامك يا ربيع. أنا اللي حاسب على كلامي ولا أنت اللي تحاسب على تصرفاتك يا هانم؟ ندوة إيه دي اللي كانت عند كمال عبد الرحيم؟ معنى كده إن لارا لازم تهرب بأقصى سرعة. أنا كلمت الدكتور بتاعها وهو قال لي إنها مش ممكن تخرج قبل أسبوع. بس أنا فهمته إن إحنا مش هينفع نستنى أكتر من يومين. وطبعًا كلامك أنت اللي مش في الآخر. يا فندم أنا أعمل إيه؟ ما أنت شايف الظروف اللي إحنا فيها. الظروف اللي إحنا فيها دي أنا عمري ما اتحطيت فيها قبل كده، وأنت السبب. ما أنا بصراحة ما كنتش ممكن أسكت على جريمة تانية من جرائم حمزاوي. أنا شلت الموضوع كله على مسؤوليتي. وأنا مسؤوليتي أنا كمان. ربنا يريد لنا خير. عشان كده جمعني بحضرتك في إدارة واحدة. اشتقت كتير للبنان. وأنا كمان اشتقت كتير للبنان. بس ما كنت متخيلة ولا سنة أرجع وأنا على الكرسي. لارا، إذا بيعني لك شيء ما بدي أسمع هالكلمة على لسانك بقى. إذا قلت أو لا شو حيتغير يعني؟ كلنا عايشين بالأمل، الأمل حلو. بعدين الدكاترة قالوا لي إنه إرادتك رح تساهم بعلاجك. من وين بدي اجيب هالاراده اللي عم تحكي عنها؟ جيبيها من حبك الي ومن حبي الك. كلها كم يوم وبترجع لعند ربيع بتتركنا لوحدي. مش لوحدك. رح اترك معي كريمه بنت عمي، هي اكثر وحده فيها تهتم فيكي لما انا اكون مسافر. وهالغيبه قد ايه حتطول هالمره؟ رح اجرب ما اتاخر عليكي، بس ما في طول السفره مشان ما يشك فيي ربيع. واذا رجعت هالمره ما رح يشك فيك؟ تجي لإلي؟ أنا ما بقى بدي أشتغل معه، بس الرائد معتصم قال لي إنه وجودي بالشركة بهالكم يوم كتير مفيدين لإلهم. أنا قلت يمكن تكون ما قريتش المقال بتاع عمر عاشور. طب وأنا مالي ومال الكلام ده؟ أنت مالك إزاي؟ أنت شغال مع ربيع حمزاوي اللي عمر بيتهمه بقتل لارا. طب ما أنت كمان شغالة معاه؟ كنت بشتغل معاه. انا مش فاهم، هو انت كل ما الراجل ده يعمل مصيبه في البلد هتيجي تزعقي في وشي؟ انا انت كنت هربان من ربيع وفجاه رجعت له، ومش بعيد يكون استخدمك في العمله السودا دي. قصدك ايه؟ قصدك ان انا اللي قتلت لارا؟ انا عايزاك تقول لي ايه اللي حصل. بس ما قلت لك ما اعرفش حاجه. انا لازم اعرف عشان اساعدك لو كان ربيع ورطك في حاجه. خايف عليا اكون قاتل ولا جاي تاخدي مني اعتراف بالقتل؟ هو انا ظابط وبحقق معاك؟ ما هو يمكن اخوك الظابط بقى هو اللي بعتك. مالكش دعوه بعادل دلوقتي وخلينا في موضوعنا. ماليش دعوه بيه ازاي؟ مش هو اللي فهمك قبل كده اني سوابق؟ اكيد دلوقتي فهمك اني قاتل. يا اخي افهم بقى،
انا جالي وقت ما لقيتش غيرك في الدنيا، مش عايزك تضيع نفسك وتضيع مني انا كمان. ما قتلتش يا ياسمين، ما قتلتش. انت ليه ظهرت لي في الوقت ده بالذات؟ يعني يمكن ربنا عايز يعوضني بيك ويعوضك بيه. رمزي تعرف انا اكبر منك بكام سنه؟ مش عاوز اعرف، الحب عمره ما بيسال عن بطاقه شخصيه ولا بيحتاج يعرف سن ولا عنوان. الحب انت جريء قوي، يا ريتني كنت جريء زيك. ياسمين متاكده انك مش عايزاني اوصلك؟ لا ميرسي، انا رايحه عند صاحبتي هنا في اول شارع، بحب اتمشاها. اوكي بعد اذنك، مع السلامه. ايه اللي جابك هنا؟ هعمل لك ايه؟ ما انت اللي ما بتردش على التليفون، ولعلمي لو ما كنتش نزلتي دلوقتي حالا كنت طلعت لك انا فوق. انت اكيد اتجننت. ايوه اتجننت. اتجننت لما عرفت من هبه انك هترجع الشركه. دي حاجه تخصني، مالكش دعوه بيا. انا مش هسيبك ترجعي الربيع برجليكي. ليه؟ ما انت كمان رجعت له. اصل انت مش فاهمه حاجه. ما انا قلت لك فهمني وما رضيتش، طول ما انت مخبي عني كده يبقى مالكش دعوه بيا. عارفه ان نابليون قال مفيش مستحيل؟ هو ايه المستحيل؟ يعني شفتك دلوقتي قلت لي في الجواب انك هتستنى يوم واحد. اه يوم جر يوم، انا بقالي اسبوع كل يوم باجي من الصبح بالليل عادي. انت ما تفرحش قوي كده، عشان انا جايه اقول لك احسن لك تبعد عني عشان ما تتعبش معايا. لو عايزاني ابعد عنك ما كنتش جيت النهارده. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ما رفضتيش حد يشوفك معايا؟ انا خلاص ما بقتش اخاف، انا دلوقتي بقيت افتخر بيك. تعبتك قوي معايا. اوعى تقول كده. لسه عايزه تعرفي السر اللي مخبيه عليكي؟ اكيد هتقولي في الوقت المناسب. ولسه شاكه فيا اني ممكن اخوها تالت لارا؟ بص يا علي، اللي عملته معايا ياكد لي انك لا يمكن تقتل حد خالص. اسيبك ترتاح بقى. طب استني اوصلك. لا مفيش داعي، اللي كان هيقتلني محبوس دلوقتي في المستشفى. لا لا لا، هوصلك لحد البيت. يا سلام، يعني هنقضيها توصلني ووصلك كده لغاية بكرة؟ يا ريت. عادل بيه. ازيك يا باشا؟ يا مبارك، كنت عارف ان هاجي الاقيك. ما انت كلمتني وقلت لي انك عايزني، بس ما قلتليش عايزني في ايه. انا كنت عند عماد الدسوقي امبارح في المستشفى. هو الواد ده ما اعترفش، ما قالش كان عايز يقتل اختي ليه. انت ليه قلت لي انك ما تعرفوش؟ ما انا ما اعرفوش. ما تعرفوش ازاي وهو اخو منال الدسوقي؟ مين منال الدسوقي دي اصلا؟ منال الدسوقي اللي عزلتها لحد ما ماتت وانت بتحقق معاها في قضيه المصنع. انا ما عذبتش حد وما موتتش حد. انا عارف برضو ان التحقيقات خرجتك براءه، بس اخوها بقى ما سكتش، لقاك قتلت اخته قال يقتل اختك. شكرا.
عارف ان ربيع بيه لسه بيزن عليا عشان ارجع الشركه؟ اهو ده بقى اللي مش قادر افهمه ابدا. بس انا فاهمه. تقصدي ايه؟ في الاول كنت فاكراها بس مبسوط مني عشان شغلي كويس، بس بعد كده اكتشفت انه بيبصلي في الرايحه والجايه. انا في الاول كنت بستحمل بس عشان احافظ على شغلي، بس لما بعتك ورايا العين السخنه وبعت لنا عادل عشان يشوفنا مع بعض حسيت انه مش ناويلنا على خير. عايزه تقولي انه عرف ساعتها ان في حاجه بيني وبينك؟ مفيش حاجه ربيع حمزاوي ما يعرفهاش. ان شاء الله بقى لسه حاطك في دماغه لحد دلوقتي؟ يا علي انا مش بقولك كده عشان تضايق نفسك بالشكل ده، انا بقولك عشان نفكر سوا ونشوف هنعمل ايه. ياسمين احنا لازم نتجوز. انت اللي كاتب عني كلام الحقير ده. اهلا حضره الضابط. تعرف جدا ان انا ممكن احبسك بسبب انك بتتبلى عليا بالكذب. انا ما اتبلتش عليك، انا نشرت ملخص التحقيقات مع عماد الدسوقي، جايز هو بقى اللي يكون اتبلى عليك. وانت جبت منين ملخص التحقيقات ده؟ انا اسف جدا مش هقدر اكشف لك عن مصادر معلوماتي. تعرف ان انا حاسه في اليومين دول اني صغرت 20 سنه؟ ايوه وانا كمان حاسه. لا ارجوك اوعى تصغر اكتر من كده، ده انا ما صدقت ان بقى قد بعض. انا بحبك. وانا كمان. ايه انت كمان ايه؟ انا كمان لقيت معاك كل اللي كنت بتمناه. انا محتاجه لك قوي يا رمز. انا من النهارده عايش عشانك. يوسف انا قررت اجمد قلبي واتقدم لك رسمي. ليه؟ مش قصدي يعني ليه بسرعه كده؟ بالعكس انا متاخر جدا. مامتك وافقت؟ ما عندهاش وقت ترفض. طب عرفت انا مين؟ برضه ما عندهاش وقت تعرف. امال وافقت على ايه بالظبط يا حاتم؟ وافقت انها تيجي تخطب لي بنت شفتها في النادي وحبيتها من اول نظره وما اقدرش اعيش من غيرها بقيه عمري. لازم مامتك تعرف انا مين وبنت مين. هبقى اقول لها واحنا جايين لكم في السكه. مستعد تطلب ايدي من ربيع حمزاوي يا حاتم؟ واطلب ايدك من الجن الازرق. جايز بابا ما يوافقش. ليه؟ هو هيلاقي عريس احسن مني فين؟ يمكن يفتكرك طمعان في فلوسه مثلا. اطمني احنا معانا فلوس. ليه صممتي انك تيجي لوحدك؟ عشان ما حدش يشوفنا مع بعض واحنا جايين. طب صوتك في التليفون ما كانش عاجبني. خير؟ انا كنت عند ربيع بيه في الفيلا بتاعته اللي على النيل. لوحدك؟ كان لازم اعرف هو عايز مني ايه. طلع عايز ايه؟ عايز يتجوزني. انا روحت البيت كنت هتجنن، ترددت كتير قبل ما اكلمك، بس مفيش عندي غيرك يقف جنبي. وانا ما عنديش غير اللي قلته لك يا ياسمين، نتجوز ونهرب وساعتها مفيش حد هيقدر يقرب لك. محدش يقدر يهرب من ربيع واللي زيه. ليه ان شاء الله؟ هو فهمك ان احنا عبيد عنده؟ حتى لو اتجوزنا ممكن يأذيك عشان يجبرك تطلقني ويتجوزني بالعافيه. لا لا لا، احنا لو اتجوزنا خلاص القصه دي هتنتهي للابد. انت ايه اللي خليك متاكد كده؟ هو متاكد وخلاص. ما تنساش ان عادل المليجي ده طول عمره دراعك اليمين وكل الاوامر بياخدها منك انت. ماشي انا احاول انيم الموضوع على قد ما اقدر. لا 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 لا، انا مش عايزك تنيم الموضوع خالص، بالعكس انا عايزك تضيق على عادل على قد ما تقدر، تضيق عليه قوي، بس في الاخر تسيب خرم ابره، خرم انا بس اللي اقدر اعديه منه. فهمتني يا صلاح؟ يا بابا المشروع ده هيستفاد منه ناس كتير قوي، اولهم انا وماما. مش معقوله بقى تخسرنا احنا الاثنين عشان عينتك مع دكتور كمال. انتوا اللي معندين معايا. خلي امك تسيب المشروع وانا اسيبه يكمله. انا اسف مش هقدر اقنع ماما بحاجه انا نفسي رافضها. خساره
خسارة يا باشمهندس. نسيت وانا بربيك اعلمك انك ازاي ما تدخلش حرب وانت عارف انها خسرانة من قبل ما تبدأها. بس في حاجة انا اتعلمتها لوحدي. ايه هي بقى؟ ان ادافع عن مبادئ مهما كان الثمن. كمان عايزة تشارك في مشروع كمال عبد الرحيم؟ أنا جالي عريس وموافقت إنها تكون موجودة سنة لما يجي هو وأهله عشان يطلبوا إيدي منك. بس أنا مبسوط. ليه؟ برافو عليك، قدرت تعدي أزمتك الأخيرة على خير. أنت اللي ساعدتني عديها. أنا؟ إزاي يعني؟ شفتك في أزمة أكبر منها وبرضه واقف على رجليك. واضح ان انتي وباباكي بتجيبوا سيرتي جامد جامد جدا. ملناش سيره غيرك اليومين. من امتى؟ ساعة ما وقعت في مكتبك وشلتني روحتني على البيت. ايوه بس انا ما عملتش حاجه يا ريم. اي حد مكاني كان هيعمل كده وانا قلت لك كده. ده مش حقيقي بدل. انت مش اي حد، بدليل ان انا مهتمه بمشكلتك جدا ومتاكده انك بريء. واضح ان انتي بس اللي متاكده ان انا بريء. ازاي تقول كده؟ يعني هي خطيبتك شاكه فيك مثلا؟ فضلك ما تجيبليش سيرتها. طب نتفق، فانت تجيبلي سيره خطيبي وانا اجيب لك سيره خطيبتك. هو انت لسه مخطوبه يا ريم؟ لا طب انا سبته. في حاجه تانية لازم نتفق عليها. ايه هي؟ نفضل جنب بعض لغايه ما كل واحد يعدي ازمته. ويا ترى باباكي صلاح بيه هيبقى عنده علم بالاتفاق ده؟ أنا متعودتش أخبي عليه حاجة، بس ممكن أخبي المرة دي عشان خاطرك. يا ترى أقدر أخد من وقتك دقيقتين؟ طبعاً لحضرتك الخير والبركة، حضرتك عارفة غلاوتك عندي. وأنت كمان يا علي، غالي عليا قوي. علشان كده، علشان كده أنا عايزاك تمشي من هنا. ما تستغربش يا علي، أنت من ساعة ما جيت هنا وأنا شايفاك زي ابني. بس المشكلة هبة، مش شايفاك زي أخوها. مشغولة بيك وبتفكر فيك وبتتعذب، وهي عارفة انك انت مشغول بأعز صاحبتها. لما اتخطبت لمحمد فرحت وقلت هيقدر يخليها تنساك وتبص لمستقبلها معاه. قلت يمكن حبه ليها هيخليها هي كمان تحبه وتحافظ عليه. لكن يظهر برضو مفيش فايدة، لسه بتفكر فيه كأنها عينة بيك، وانا ما عنديش دواء. علشان كده يا ابني أنا بترجاك إنك أنت تمشي من هنا. سيبها، ابعد عنها لأنها مش قادرة تبعد عنك. أتأكدنا أنك حامل، بس أنا ما قادرة أقلك مبروك. ما حسستك مبسوطة أبداً. كل عمري أحلم جيب ولاد مثل أي ست، بس ما تخيلت جيبه وأنا على هالكرسي هاي. أنت إيه اللي جابك هنا؟ أنا لوحدي يا علي. عارف، سألت وقالوا لي إن حضرة الضابط لسه ما وصلش. بس أنت مجنون إنك تجيلي لحد البيت. أعمل إيه يعني؟ أنت اللي بترديش على التليفون. طيب امشي دلوقتي وبعدين احنا بنتكلم. والله ما همشي من هنا قبل ما تتاكدي ان مفيش بيني وبين سارة حمزة اي حاجه غلط. ومش معنى يعني ان مش هكشف لك سرها يبقى انا متورط معاها في حاجه. ماشي انا مصدقاك. خلاص يا علي امشي دلوقتي. ماشي بس انت هتمشي معايا. هنطلع من هنا على المأذون، ومن المأذون على بلدنا عادل. الحكايه مش سهله زي ما انت فاكر. عادل ممكن يجي في اي لحظه وهتبقى كارثه. امشي دلوقتي يا علي. افهمي بقى، افهمي. انا مش هسيبك لربيع حمزاوي. انت عارفه يعني ايه؟ عارفه يعني ايه ربيع حمزاوي ياخدك مني؟ لو بس شعره واحده منك بس مش هينفع تكون ليا بعد كده. جدا يا علي. يا حصلت؟ انت
هتهجم على اختي وفي بيتي يا حيوان. النهارده هيكون اخر يوم في عمرك يا كلب. بس يا حاج ابعدي انت. شوف يا علا، انا جيت من بره لقيتك بتتهجم على اختي، يعني قانون الدين الحق ان انا ادافع عن شرفي وقتلك. وطبعا واحد سوابق زيك وارد جدا انه يعتدي على اخت الضابط اللي قبض عليه من سنتين في بلده، فاهم؟ يعني هقتلك واخد نشان، عشان حيوان زيك ما ينفعش يعيش لحظه واحده بعد كده. عشان خاطري يا عادل بليز. اخلصي. طب فهمني انت هتروح على فين دلوقتي؟ اي حته ما يعرفوش يوصلوا لي فيها. يعني هتسيبني يا علي؟ اه بحاول اريحكم من مشاكل اللي ما بتخلصش. وياسمين هيجي لك قلب تمشي وتسيبها لوحدها؟ طب اقعد عشان خاطرها. صعبان عليك ياسمين؟ عايزاني اقعد عشان خاطرها؟ المهم تقعد وخلاص. يا ريتها بتحبني قد ما انت بتحبيني. يا ريتك انت بتحبني ربع ما بتحبها. هتصدقيني لو قلت لك انك هتوحشيني؟ انا مش عايزه اوحشك يا علي، انا عايزاك تفضل جنبي حتى لو عمرك مش هتفكر فيها تاني. طب ادعي لي ان اقدر ارجع تاني. انا هدعي لنفسي انك ما تمشيش اصلا. يا غنوة ما بتكملش، يا دمع يا محبوس، ليه كل ما احلم حلم بقى يتقلب لي كابوس؟ يا غنوة ما بتكملش، يا دمع يا محبوس، ليه كل ما احلم حلم بقى يتقلب لي كابوس؟ رتبت لك الاوضه بس عارفيكي تفوتي تنامي. هذا اصعب شغله اعملها اليوم. لا انت لك يومين ما نمت. اذا رح ضل هيك ما رح نام ابدا. هيك كيف؟ خايفه فادي يجي فجاه ويعرف اني حامل قبل ما اكون سقطت الولد. انت منك خايفه من فادي، انت خايفه من حالك. انتي لسه ما غيرتيش هدومك يا فاتن؟ احنا هنعمل العمليه هنا. ايوه اتفضلي. مش كان احسن نروح مستشفى؟ جايه دلوقتي تقولي الكلام ده؟ لا انا بقول ان هناك هيبقى امان اكتر. يعني امان ايه بقى؟ العمليه دي ما تعملش في مستشفيات، وبعدين انا عندي سمعتي اللي بخاف عليها ومحدش يعرف ان انا بعمل عمليات من النوع ده. من ورايا يا انسه اسمي. زوجتك نفسي. زوجتك نفسي. على سنه الله ورسوله. على سنه الله ورسوله. وعلى مذهب الامام ابو حنيفه النعمان. وعلى مذهب. وقف عندك يا استاذ. ايه كنت فاكر مش هقدر اوصل لك؟ ها وانت كنت فاكر نفسك هتتجوز اختي من ورايا؟ ها ده بعدك. هو حضرتك اخو العروسه؟ مفيش عروسه ومفيش جواز من اصله. انت مش من حقك تمنعني، انا مش قاصر. ده جواز على سنه الله ورسوله، انا ما بنعملش حاجه غلط. اتفضل يا استاذ اكتب الكتاب. انا قلت مفيش كتاب هيتكتب. انت علي صابر؟ ايوه. طب اتفضل معايا. اتفضل معاك في ايه؟ انا ما عملتش حاجه.
قول له يا سيادة الملازم هو عمل ايه بالظبط. والله في بلاغ متقدم ضدك من ربيع حمزاوي بيقول ان انت سرقت 10000 دولار من درج عربيته. لما فتشنا اوضتك لقينا الفلوس بنفس الارقام اللي اتقدمت في البلاغ. قبض عليه. يلا. ممكن اعرف انت قافله على نفسك من امبارح ليه؟ مفيش حاجه يا ماما. لا بقى ده فيه ولازم اعرف. تبقى مكسوفه تقول لك انها فسخت خطوبتها. ايه فسخت خطوبتها؟ صحيح الكلام ده يا هبه؟ ما تتكلمي يا بنتي ساكته ليه؟ ايوه يا ماما انا ومحمد ما كانش ينفع نكمل مع بعض. طبعا عشان بتحبي واحد تاني. حاسب على كلامك يا رمزي. انا بحاسب على كلامي كويس ولحد دلوقتي مش عايز اقول لماما ايه اللي حصل. انت بتهددني؟ انا عايزك تفوقي من الوهم اللي انت فيه. هل ده ما ينفعكيش؟ ما ينفعش تكلميه تاني. علي هو محمد عارف انك لسه بتفكري في علي؟ انا مش عارفه بس ده شايفهم كمان واقفين فوق السطح مع بعض. ادي اللي انا كنت خايفه منه. قم ساعتك لارا خلاص تعيشك. انت متاكد؟ طبعا انا دخلت لها بنفس العنايه وفصلت خرطوم الاكسجين بايديا. وقبل ما تمشي اتاكدت انها ماتت فعلا؟ ايوه الجهاز صفر زي ما ساعتك فهمتني بالظبط وايديا اتقلبت في ايديا وكلها نص ساعة كتير قوي ويجي لك خبرها. والله بطل. ريح انت وقابلك بكره الصبح في مكتبي. تحت امر ساعتك. تيالك فاهم كده. انت طبعا قريتي خبر موت لارا في كورنان. فيه اللي قال انها ماتت موتة ربنا واللي قال انها ماتت مقتولة بس الفاعل مجهول. انما مفيش حد يعرف ان علي هو اللي قتلها. قال كده عرفتي خلاص انك ما بتحبيش فارس نبيل ضحى بحياته عشان ينقذك. انت بتحبي قاتل المأجور. العقاب اللي هياخده في التهمه اللي انا لفقتها له ما يجيش ربع ولا حتى تمن العقاب اللي يستحقه. انا صحيح عريت نفسي وصادك وده ضد طبيعتي بس يظهر اني بقيت مجنون بيك يا ياسمين. لارا انت هون؟ مدام لارا دكتور نديم. بونجور مدام. بونجور. كيفك؟ تشرفنا اهلا وسهلا فيك دكتور. ميرسي. شو بتحب تشرب؟ قهوة بليز. وانت حبيبي؟ اول شيء شكرا. اوكي رح اترككم شوي. تفضل دكتور. ميرسي. دكتور انا بدي اتشكرك كثير. من بعد ما شرحت لك ظروفي على التليفون عرفت انه رح تقدم لي هالخدمه الانسانيه وكنت اكيده انه قلبك كبير ورح تساعدني. مدام اول شيء بدي اطلب منك انه الزياره اللي عندك تكون بيناتنا ما حدا يعرف فيها. اكيد. ثانيا بدي اقول لك انه عمليات الكيرتاج ما بعملهم عاده لانه هذا الشيء ضد مبادئي كطبيب. انا من بعد ما اكدت لي انه بيو للبيبي موافق وانه وضعك الصحي ما بيسمح وبعد ما شفت بعيني رح اعتبر انه الوضع كله خدمه انسانيه. شكرا كثير. احنا لما بنهاجم ضابط شرطه في الصحافه القوميه قام بتعذيب مواطنه حتى الموت والشرطه نفسها هي اللي بتحقق معاه ده معناه ان احنا بنبيض وجه الشرطه في كل التهم اللي فاتت واللي جايه. ايوه بس ده لو فضل مجرد كلام جرايد وبس هيجيب نتيجه عكسيه لان ساعتها ممكن الناس تحس ان احنا بنخدرهم وخلاص ومش ناويين نعمل حاجه بجد. واضح ان ربيع بيه عنده تعليمات جديده بخصوص قضيه عادل البليجي. الناس بتوعنا عايزينه يطرحها للنيابة. ما تخافش يا سيادة اللواء عادل لا يمكن يجيب سيرتك ولا يجرؤ انه يقول ان انت اللي اديت الاوامر بتعذيب منال الدسوقي. وانا ايه اللي يضمن لي ده؟ انا اضمنه لك. يعني عايز تفهمني ان انا كنت فتاة احلامك؟ انا عمري ما حلمت بيكي لان ما كنتش اعرف ان الدنيا فيها الجمال ده كله. انا بجد بحمد ربنا انه خلاني اقابلك. انا عمر ما حد قال لي الكلام الحلو ده كله عشان عمري ما حد حبك ولا يحبك انت. مساء الخير. مساء النور يا ست الرفض. هبه هي اللي قالت لي على مكانك وبصراحه كنت محرج قوي قبل ما اجيلك. ايه مسكت قضيه جديده وجاي تحقق معايا؟ لا
جاي اجاوبك على السؤال اللي ما يمكنش لغايه دلوقتي. انت اكيد طبعا مش مصدق ان علي ممكن يكون قاتل. علي اللي حبك وحبتيه وضحى بكل حاجه علشانك، مش هو اللي قتل لارا. انا بقول لك الكلام ده دلوقتي بصفتي ضابط بوليس، عارف كويس قوي هو بيقول لك ايه. هو علي اللي طلب منك تيجي تقول لي الكلام ده؟ علي ما يعرفش مكانك اصلا وما يقدرش يطلب مني طلب زي ده. انا جيت من نفسي بعد ما صعب عليا لما سمعته بيقول انه ممكن يستحمل ظلم من اي حد الا منك انت، وممكن يضحي باي حاجه كمان الا بحبك. طب مين اللي قتل لارا؟ قول لي يا حاتم، انت بتتعامل مع التلفزيون المصري بس؟ قصدي يعني مفيش تعامل مع اي قنوات فضائيه بره، اي قنوات فضائيه خاصه؟ السما بقت مليانه قنوات دلوقتي. والله حضرتك فعلا في قناه خليجيه كانت عايزاني اشتغل معاها، بس ما قدرتش اسيب ماما لوحدها. امال فين عروستنا؟ هي تقريبا علينا ليه؟ لا لا لا، ازاي بقى؟ بس روح شوف ساره. هنا حاضر اهي. سارة يا ماما. سارة سلمي عن دكتورة ماجدة ماما حياتي. يلا بينا يا حاتم. بقالك كتير؟ ساعة ما حضرتك كلمتني في التليفون وقلت لي انك عايزني. اتفضل اقعد. انت طبعا عارف كويس قوي انك بالنسبه لي من اكفأ الضباط اللي عندي، لكن انا جات لي اوامر رسميه انك تتحول لتحقيق النيابه. سبق وقلت لك قبل كده الجأ لربيع حمزاوي. واضح انك ما عرفتش تخليه يتوسط لك. انا يعز علي اللي بيحصل ده، لكن صدقني مش بايدي. انت طبعا في التحقيق هتنفي اي تهمه موجهه اليك، ومش هتحاول تبرر التهمه ان جات لك اوامر من رؤسائك لانك ما عندكش اي دليل. فما تخليش رؤسائك يفكروا ان هم يقاضوك، او حتى ما يفكروش ان هم يساعدوك. انا مضطر اقول لك انك موقوف عن العمل من دلوقتي لحين الانتهاء من التحقيق. ما تخافيش قوي كده. أنا مش جاي أخضك، أنا جاي أقول لك مبروك. مبروك إنك رجعت بيتك، ومبروك إن أنت سبت الأوضة بتاعت السطوع دي. أنت مامك خالص. عايز إيه يا ربيع بيه؟ رجعت عايز، أنا عايز حاجات كتير، بس أنا مش جاي دلوقتي عشان كده. أنا جاي عشان أطمن عليك بعد كل اللي حصل وخلاص. لا اطمن خالص، أنا عرفت إنك كبير قوي وواصل قوي وتقدر تعمل كل اللي أنت عايزه. أنت سجنت علي عشان تبعده عني، وسجنت عادل عشان تقربني منك. علي كان لازم يتسجن، أما عادل أخوكي فلو أنا ما لحقتهوش هيروح ضحية الداخلية. أصلهم عايزين يحسنوا صورتهم قدام الناس اليومين دول بالذات، بعد كل اللي بينكتب عنهم في الجرايد. قد كده أنا مهمة بالنسبة لك؟ يعني بتعمل كل ده عشان مش عايز تخرجني من دماغك؟ أنا مش عايز أشيلك من قلبي، مش عايز أو مش عارف أو مش قادر. المهم إنك لازم تعرفي إن غير أي ست قابلتها وتمنيت إنها تكون ليا ولو حتى الليلة واحدة. تعم طلع في غيابي. علي عملت إيه بغيابي؟ شو عملت؟ مش بتيجي للدكتور؟ الدكتور اللي كان بيعمل عملية إشهار كان حيقتل ابني قبل ما أشوفه. مش صحيح، هي أصرت إن تنزل البيبي، أنا حاولت أقنعها ما اقتنعت، جبت لها الدكتور الوحيد اللي أنا بعرفه. هي أصرت بس أنت ما صدقتي، كان بدك تحرميها من الشيء الوحيد اللي حيربطني فيها مدى الحياة. ليكي
لازم تفهم شغلة، رح يربطني بلارا هو حبي لإلها، مش مجرد بيبي كان رح يخلق ميت اليوم ولا رح يكون عايش بعد 9 أشهر. انت ليه جبتني لهون؟ ليه جبتني لهون؟ بدك تقنعني انه ما لقيت ممرضة غيري تكون مع مرتك؟ لا حبيبي، انت جبتني لهون لحتى تفرجيني انه في وحدة قدرت تحبك اكثر مني، اوكي؟ ريما، انا جبتك لهون لأنك كنت عارف انك بحاجة لشغل مثل هيدا. بالله شو؟ بالله شو؟ شفقت علي يعني؟ لا حبيبي، لا حبيبي، انت جبتني لهون لأنه ما في حدا غيري يهتم بمرتك، مع انه انت بعدك عم تفكر فيه وانا كنت غلطاني لما صدقتك. ليك انا عملت غلطة كبيرة لما سمعت كلامك وانا رح صلح غلطتي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. خرجت امتى؟ من ساعة واحدة بس، وأول ما خرجت كلمتك عشان نتقابل. مبروك. أجليها شوية لحد ما أعرف أنا خرجت إزاي. طب وأنا أعرف منين أنت خرجت إزاي؟ الضابط قال لي إن ربيع حمزاوي جاب نفسه على النيابة وجاب معاه رجب السواق وعملوا فيلم هندي كده عشان يخرجوني من السجن. برضه مش فاهمة، أنا مالي بكل ده؟ لا مالك إيه؟ ما هو ربيع مش ممكن يعمل حاجة زي كده غير بضغط منك أنت. وانا عندي ايه اضغط بيه على ربيع؟ انت عارفه كويس قوي ان ربيع حطك في دماغه. انا كنت فاكره انك طلبت تقابلني عشان وحشاك مش عشان بتشك فيا، وقررت تفتح معايا تحقيق. سوينتي ربيع على ايه عشان يخرجني من السجن؟ انت عارفه لو ربيع حمزاوي مس شعره منك ده معناه ايه؟ لا طبعا مش عارفه، لانك لغايه دلوقتي مش عايز تقول لي السر اللي مخبيه عني. سيبك من السر وردي عليا. جوزتي؟ ايه رايك بقى في المفاجاه؟ الحمد لله على السلامه. انا ما رضيتش اتصل بيكي في الموبايل عشان اقول لك اني خرجت، حبيت اعملها لك مفاجاه. وحشتيني ياسمين. انا خرجوني بضمان محل اقامتي، وربيع بيه وعدني انه هيرجعني الشغل بسرعه، ده غير انه وعدني انه هيخلي عماد سوقي يشهد في صفي في القضيه، يعني ان شاء الله هخرج من قضيه منال دي براءه. طبعا ربيع حمزاوي جامد جدا ويقدر يعمل حاجات كتير قوي. الفضل يرجع ليك ياسمين، هو اتصل بيا وانا في النيابه وقال لي ان كل اللي حصل ده بفضلك انت. طب وما قالكش الفضل يرجع لي في ايه بالظبط؟ يعني بصراحه ما كانش في وقت اساله في التفاصيل. ما كانش في وقت ولا ما قدرتش اساله؟ تقصدي ايه يعني؟ انت عارف كويس قوي انا اقصد ايه. اكيد ربيع حمزاوي ما عملش كده لوجه الله، واكيد مستني مني الثمن اللي ما فيش غيري هيقدر يدفعه له. ما تستغربيش، انا اللي عليا الدور. كنت عارفه اني مش هينفع اشوفك الا لما ادفع الفيزيتا. انت جايه هنا تعملي ايه؟ جايه اقول لك على الكلام اللي ما عرفتش اقوله لك في البيت. احنا ما فيش بينا كلام. ده لو كانت المشكله انتهت وهتنسي اللي فات زي ما احنا الاثنين بنحاول ننسيه. انت عايزه تفهميني ان هو لسه بيتصل بيكي لغايه دلوقتي؟ ولما ما ردتش عليه جالي لحد البيت، وبرده مش قادره اقوله على الحقيقه اللي احنا الاثنين مخبيينها عنه. طبعا لانها حقيقه تكسف. تكسف؟ تكسف مين فينا؟ انا ولا انت؟ تكسفني انا ليه؟ هو انا اللي غلطت من ورا اهلي وجيت اصلح غلطتي من ورا العريس اللي متقدم لي؟ هو لو مفيش دكاتره زيك بيعملوا العمليات دي ما كانش في بنات زيي يعرفوا يعملوها. الحق عليا ان انت صعبتي عليا. انساب عليك ال 10000 جنيه بتوعي يروحوا لدكتور غيرك. انا ما عملتش حاجه غلط، انا اشتغلت وقبضت ثمن شغلي كويس. ولما انت شايفه بقى انك ما عملتيش حاجه غلط ما اعترفتيش لي لحاتم وريحتيه. ما حبيتش افضحك قدامه. بالعكس، ده انت نفسك تفضحيني قدامه عشان تتاكدي انه فعلا نسيني وبعد عني، بس انت مش قادره تفضحي نفسك انت قدامه. يا اسانسير. ايه مالك؟ احنا مش هينفع نطلع في الاسانسير مع بعض. انت مالك خايف كده ليه؟ انا مش خايف على نفسي، انا خايف عليك انت. ما ينفعش اقوله بنت اللي هو صلاح الدهشوري طالعه مع الظابط اللي بيخدم معاه في الاسانسير في قلب عمارته يا ريم. طيب حاضر، مش هطلع، هستنى لغايه ما ينزل. كام ثانيه بس هحطهم على الكام ساعه اللي قضيناهم مع بعض. ما قالوش كام ساعة يا ريم، احنا مع بعضينا من الصبح. طب بذمتك
مش أسرع يوم عدى عليك في حياتك. هي دايما كده، الأوقات الحلوة بتمر بسرعة، وكمان الأسانسور بتاعكو بيجي بسرعة. معلش هنبقى نتقابل تاني. إمتى؟ هبقى أكلمك في التليفون بكرة. هستنى لغاية بكرة عشان أعرف هشوفك إمتى. خلاص يا ريم، لما تروحي ابقى كلميني في التليفون. عادي، هتمشي من غير ما تسلم عليا؟ روح انت دلوقتي. كنت متأكد انك جاية. مع اني حاولت ما اجيش، بس اكتشفت اني مش هقدر اهرب منك. ايه، مش محتاجة انك تهربي مني. علي، انت ايه اللي جابك هنا؟ بلاش يا علي، خفت عليك مشيت وراك لحد هنا. طب امشي، امشي قبل ما حد يشوفك. مش همشي اسيبك، انت كمان لازم تمشي معايا. انا مش هروح في حته، مش هسيبه ياخدها مني. انت مش قدهم يعني. التيران اللي انت شايفهم على باب الفيلا دي كل شغلتهم انهم يحموا ربيع، هيقتلوك لو قربت منه. انا عندي ان اموت عن ان يسيبه ياخدها قدام عيني وانا واقف متكتف واحط وشي في الارض. ياسمين اختارت تنقذك انت واخوها، وجاي دلوقتي عشان تدفع الثمن. على جثتي. بلاش يا علي، ما تضيعش نفسك. امشي من هنا. انا جاهزه لتنفيذ اتفاقنا. يعني خلاص من دلوقتي بقيت بتاعتي انا لوحدي. مش قبل ما تجيب المأذون. مأذون؟ ايوه، هو ده اتفاقنا، براءة علي وعادل قدام جواز. هو كل جواز لازم له مأذون؟ جواز انا لازم له مأذون، اي جواز تاني ما بعترفش بيه. وانا هجيب مأذون منين دلوقتي؟ خلاص، يبقى نخليها بعدين لما تبقى جاهز. عارفة معناته ايه ان انا اتجوز رسمي وانا عندي بيت واولاد واسم كبير في السوق واكبر منه في الحزب اللي حاكم البلد كلها؟ والله عارفة يا ربيع بيه انك كبير قوي، بس انت اللي طلبت تتجوزني مش انا. اتجوزك بس ما اخسرش كل ده؟ محدش بياخد كل حاجة. انا مثلا كسبت حرية علي وعادل، بس خسرت علي نفسه، مع اني عارفه اني مش هقدر اعوضه ولا هقدر احب حد غيره. مش هتقدري تعوضيه؟ بتقولي لي كده وانت طالبه مأذونه عشان يجوزنا لبعض. طالبه مأذونه عشان ينفذ الحكم اللي انت حكمت بيه عليا قصاد براءة حبيبي وبراءة اخويا. عايزه حاجه امانيه؟ انا نازل. لا ميرسي يا خالو. طيب سلام. انا سايبه، اتفضلي. الحقني يا سياده الرأي، ياسمين راحت لربيع حمزاوي وعلي راح وراها، انا متاكده انه هيأذيه. طب ممكن تهدي كده وتفهمني ايه اللي حصل؟ ياسمين راحت تتجوز ربيع، ده كان شرط الوحيد عشان يخرج عادل وعلي من السجن، بس علي حلف ما يسيبها له، مش قادر يفهم انه مش قادر ربيع واللي معاه. انا يهمني علي، وعارفه ان ياسمين تهمك، لو قدرت تبعد علي عن ياسمين قبل ما يأذيهم هما الاثنين. ده عنوان الفيلا، الحقهم الله يخليك. بعد اذنكم. انت لسه واقف، مش هتروح تلحق ياسمين؟ الحقها بصفتي ايه؟ صفتك ايه بس دلوقتي؟ انت مش بتحبها؟ يعني انقذها من ربيع عشان اسلمها لعلي؟ اللي بيحب حد ما بيفكرش كده. علي، وطي صوتك عشان محدش يسمع. انت جيت هنا ازاي؟ كنت ماشي وراكي وما صدقتش نفسي لما لقيتك داخله علينا برجليكي. انا اتفقت مع ربيع اتفاق وكان لازم يتنفس. اتفاق باطل، ما يلزمنيش في حاجه. لولا الاتفاق ده كان زمانك في السجن دلوقتي. ومين قال ان احنا نصلح الغلط بغلط اكبر منك؟ امشي يا علي بسرعه ارجوك، لو حد شافك هنا هيأذوك وهنبقى ما عملناش حاجه خالص. امشي، بس انت اللي تمشي معايا. انا اخرج من الفيلا زي ما انا دخلت بالظبط، انا عارف الطريق كويس. طب ونفرض خرجنا، هنروح من ربيع فين؟ نروح اي حته بس نمشي من هنا. بس هتمشي بس لوحدك ومش في ايدك ياسمين. لا، في ايدك الكلبشات يا شجيع السيبة. انت نط على الفيلا بتاعتي يا عم، او البوليس جاي دلوقتي حالا يقبض عليك وقوم تلبس يا حرامي.
ربيع بيه، اتفقنا لسه زي ما هو، بس بشرط انك ما تأذيش عادل، وانت عارف كده من الاول. ماشي، انا هعتبر نفسي ما شفتهوش وهو بيقتحم فيلتي عشان يسرقني، بس هو دلوقتي بقى يتفضل من غير مطلوب قبل ما تكبر في دماغي ولبسه قضية بجد. امشي أرجوك امشي بسرعة. مش همشي. لو بتحبني بجد امشي. عشان بحبك مش همشي واسيبك ليه؟ تسيبها ليا؟ انت فاكرني حاسبها لك؟ اسيب كلب زيك ياخد لقمة من بقي وياكلها قصاد عيني وغصب عني؟ ربيع حمزاوي جابوك يا علي. تسمع رصاصة الرحمة عليك.